المحور الثالث والأخير من الندوة، وهو بعنوان تطبيقات النانو تكنولوجي في المجال البيطري. نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لدكتور حسن، وهو الغني عن التعريف طبعا. دكتور حسن حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية العامة من كلية الطب البيطري جامعة البصرة، وهو حاصل أيضا على شهادة الماجستير في اختصاص علم الأمراض البيطرية من كلية الطب البيطري جامعة البصرة بدرجة الامتياز، وحاصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص علم الأمراض البيطرية من كلية الطب البيطري جامعة طهران بدرجة الشرف، وحاصل على شهادة تكريم من جامعة طهران لحصوله على المرتبة الأولى بالترتيب على طلبة الأجانب في جامعة طهران، وهو تدريسي في كلية الطب البيطري منذ عام 2003 ولغاية الآن، واللقب العلمي أستاذ مساعد. لديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجال الاختصاص. بحوث مجال الاهتمام هي البحوث والدراسات المتعلقة بعلم الأمراض الجزيئي Molecular Pathology، وكذلك الدراسات التي تربط بين مجال علم الأمراض البيطرية وعلم النانو. مؤخراً بنشر مقالات علمية في مجلات ذات عامل مؤثر ضمن مستوعبات سكوبس وكلاربيت تتضمن استخدام تقنية النانو بايو تكنولوجي وتوظيفها في مجال الطب البيطري. تقنية النانو هي عبارة عن علم مهندسة وتكنولوجيا يتم إجراءها بالمقياس النانوي، والذي يتراوح من 1 إلى 100 نانومتر، وهي ليست ولدة اليوم، لكن تولدت مفاهيمها الأساسية في عام 1959 على يد عالم الفيزياء الأمريكي ريتشارد فانان، بعد أن ألقى مقالته المشهورة المكونة من 7 صفحات والمعنونة There is plenty of room at the bottom، معناها هنالك حيز واسع في القاع. الآن أرجو أن يتفضل الأستاذ المساعد دكتور حسن خلف مشكورا لتسليط الضوء على تطبيقات تقنية النانو في مجال الطب البيطري. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور صوتي مسموع؟ ألو؟ نعم مسموع. جيد. دكتور حسن يا ريت لا تسولف يعني عن طريق الهيدفون، يعني مباشر اذا تقدر تسولف حتى لا يصير صدى. دكتور صوتي هو صوتك واضح بس في صدى، الصدى سببه يمكن لانه تستخدم المايك مال الهيدفون. شفت المايك اعتقد عندي خلل باللابتوب دكتور، يعني لذلك استخدم المايك. بالله حاول تجرب بالصوت دكتور. اي دا اسمع، انا بالنسبه لي دا اسمع، ما ادري الاخوان بالنسبه للحضور يسمعون. عادي نسمع تفضل. اوكي واضح، يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه اود ان اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور جبار الساعد عميد كليه الطب البيطري للجهود المتميزه بصراحه اللي يبذلها في إقامة الندوات والمنتقيات الحوارية والندوات العلمية المتميزة. في البداية بس أسوي شير للعفو ظهر الدكتور الصورة. ألو. أوكي واضحة بس كبرها. نعم. كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة أسراء نجم لإدارة هذه الندوة الحوارية وللسادة الحضور الكرام. موضوع اليوم تطبيقات تقنية النانو في الطب البيطري Applications of Nanotechnology in Veterinary Medicine. محاور الندوة، أولاً ندخل لعلم النانو. اثنين أهداف الندوة. ثلاثة المقدمة. أربعة أهمية علم النانو. خمسة جسيمات النانوية. ستة تطبيقات علم النانو في مجال الطب البيطري. أظهرت تطبيقات تقنية النانو في مجالي الطب البشري والبيطري في الآونة الأخيرة تقدما هائلا، وقد تكهن العلماء أن التقدم في هذا المجال قد يتمخض عن إنجازات هائلة في التصدي لبعض التحديات التي واجهها المجالين البشري والبيطري، والآمال معقودة حول هذا الطب الحديث في مجالات تشخيص وعلاج الأمراض واستحضار علاجات ولقاحات جديدة عند البشر. أما في المجال البيطري فتطبيقات تقنية النانو قد تتوفر من خلال
تأمين أرضية لتجريب تقنيات مثيرة للجدل لم تجرب سابقا، تبدأ بالنقاحات ذات الكبسولات النانوية وتنتهي بالتحكم بجنس المواليد والتناسب. لا تؤثر تقنيات النانو على نمط حياتنا فقط، ولكنها ستؤثر أيضا على طريقة ممارستنا للطب البيطري. وهناك أمثلة التطبيقات الجوهرية لهذه التقنية في الزراعة والطب البيطري، منها تشخيص الأمراض وتطوير أنظمة إيصال العلاج ضد دليفري سيستم وإيجاد أدوات جديدة للتكافل الخلوي والجزيئي وتطبيقات عديدة أخرى. أهداف الندوة: إن الهدف الرئيسي من هذه الندوة هو تحفيز الاهتمام بالاكتشافات الطبية البيطرية في مجال تقنيات النانو وتسليط الضوء على الأهداف المحتملة باستخدامها باستخدامات هذه التقنية في المجال البيطري. ومن المهم أيضا أن نذكر أن التقنيات النانوية ما زالت في المراحل المبكرة من التطوير، فقد تستغرق العديد من السنوات لأداء الأبحاث الضرورية وإجراء التجارب السريرية للحصول على نتائج معنوية. يتوقع لهذه الأداة المتطورة في العقود المقبلة أن يكون لها آثار عظيمة في المجال البيطري والعلوم الحيوانية على حد سواء. مقدمة: إن أول من تكلم عن الجزيئات المعنوية هو العالم فيمان بعبارة الشهيرة التي أسست لتاريخ هذا المجال، وهو يوجد متسع كبير في الأسود جاز أبره بنني أوف روم أدبتر. عام 1965 نشر العالم وارس أول ورقة بحثية أصيلة في هذا المجال، وتم استخدام تعبير تكنولوجيا النانا لأول مرة في عام 1974 لوصف الأدوات العلمية المستخدمة في معالجة المواد على مقاييس النانا. عام 1981 بدأ العالم دريكسر استخدام مصطلح المونيكور مانيفاكتشرين، وعام 1984 تم اختراع سكان فرنج ميكروسكوب لاستيان من قبل عالم بني الحاصل على جائزة نوبل عام 1986. وفي عام 1985 تم اكتشاف الفلورينز اللي هي أحد الأشكال النانوية، وعام 1986 تم تطبيق تقنية الأتوميك فورس ماكروسكوبي، وفي عام 1990 تم اكتشاف تقنية قادرة على معالجة الذرة بشكل فردي من قبل شركة IBM. تقنية النانو المختصرة بعبارة نانوتك هي البحث في كيفية التحكم بالمادة بحجم النواة والجزيء، وتتعامل هذه التقنية بشكل عام مع البنى التي تصل إلى حجم 100 نانومتر أو أصغر في بعد واحد على الأقل، لأنه يوجد عدة أبعاد لهذه المواد المركبة، ممكن تكون 2 دايمنشن أو 3 دايمنشن، وهذا يتيح لنا تطوير المواد أو أجهزة تكون بهذا الحجم. تشمل المواد البيولوجية النانوية الموجودة بشكل طبيعي، على سبيل المثال الحمض النووي اللي يكون حجمه تقريباً 2.5 نانومتر، والزيادة البروتين اللي هي 5 نانومتر، بينما يبلغ عرض شعرة الإنسان 80,000 نانومتر. يتم تطبيق مصطلح تكنولوجيا الحيوية النانوية نانو بايو تكنولوجي الآن لوصف استخدام تقنية النانو في العلوم البيولوجية. ويعرف النانو ميديسن أو طب النانو على أنه تطبيق أدوات مختلفة تعتمد على تكنولوجيا النانو لتطوير أسرع وحلول فعالة أكثر للمشاكل الطبية أو لإدارة الأمراض، حيث أن تقنية النانو ليست قادرة فقط على التغلب على التحديات التي يواجهها الطب التقليدي، ولكنها أيضا تتيح فهم لمختلف العمليات الفسيولوجية والمرضية. وفي السنوات الأخيرة أتاح التطور هذه التكنولوجيا النانو إنتاج تقنيات علاجية وتشخيصية ذكية، بالإضافة إلى أنظمة توصيل العلاج ضد دليفري سيستم، حيث يمكننا من تشخيص الأمراض قبل حدوث الأعراض وعلاج الخلايا المصابة كما هو حال علاج الأمراض الكبيرة بشكل انتقائي. المواد النانوية التي تم تطويرها مؤخرا عادة يكون حجمها ما بين 5 دكتور عذرا دكتور 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 حسن عذرا على المقاطعة بلا زحمة عليك الصوت كلش بيصدى، ممكن انه تجرب من اللابتوب؟ دكتور صوته واضح؟ صوتك واضح بس بيصدى قوي، ممكن انه تجرب من اللابتوب مباشرة؟ ممكن انه تجرب من اللابتوب، حاول ان تجرب من اللابتوب مباشرة. وانا اتكلم من اللابتوب دكتور. ها لا عاد اكو فاتح جهاز ثاني؟ يعني اتكلم باللابتوب مالتي دكتور. اعرف يعني تقدر تتكلم مباشر مو بالمايك مال مال الهيدفون. انا دا اتكلم مباشرة دكتور على اللابتوب بدون مايك.
صوت واضح. زين فاتح جهاز ثاني؟ فاتح. يلا بس يعني المهم استرسل بس ببطء يعني حتى نكمل وياك. شكرا جزيلا. عذرا على هذا الاشكال المواد المعنوية التي تم تطويرها مؤخرا هي عادة ما بين 5 إلى 20 نانومتر حجم مصمم يكون له تشابه بنيوي مع مستقبلات الجسم المختلفة والروابط الحمض النووي والبروتينات. يمكن أن تصنف المواد النانوية إلى أربعة فئات رئيسية هي المعادن الميتر، البوليمر، المركبات الطبيعية، ناتشرال كومباوند، مواد بنية نانوية، نانو ستراكشر ماتيريال. طبعا هذه المعادن هي تؤخذ بشكلها يعني بشكل الباودر اللي يتم استخلاصها من السولد ميتر يعني بشكل الباودر فيرجن، بعد انه يتم معالجة القطع الكبيرة من عدها وطحنها بشكل بعمليات كيميائية او فيزيائية او عمليات اخرى للحصول على الشكل المركب يعني الحجم النانوي. هذه عملية تغيير الحجم من ماكرو مولكيول الى نانو مولكيول يعني اثبت انه فيها التغييرات بالمواصفات الفيزيائية، بحيث هذه التغيرات بالمواصفات الفيزيائية اثارت انتباه علماء الطب في هذا المجال، بحيث استخدموها في تقنية الايمجين في عملية التصوير لعلاج مثلا الميكروبيال لعلاج الجرام نيجاتيف او الجرام بوزيتيف سيل وول. طبعا يفضل الاستخدام الاكسترنال اور كوبتر ابلكيشن للميتال نانو بارتيكلز لانه ربما تكون اكثر ملائمه بحاله الاستخدام العام، حتى نتجنب عملية avoid accumulation in the body، عملية تجمع في الجسم اللي ممكن يسبب لنا سمومية. كما هو كان مثلا بعض المواد اللي تتجمع عندنا وتسبب لنا يعني جرعة سامة تكون بالجسم. المن biodegradable nature of meter، هاي الخاصية اللي ما موجودة بالميتر، المن biodegradable meter هو يعني اكبر عائق في وجه هذه التقنيه. هو الميجر يعني درايفر بهاي البارتيكلز. عندنا مثلا بينما البوليمر نانو بارتيكلز او نانو بوليمر اللي هو اما يكون مصنع او يكون شنو فراجمنتد من ماده ناتشرال ماده طبيعيه. النانو بوليمر له القابليه على التحول على التشكيل الى مواد اخرى. تكون لها أهمية وتكون عندنا صفة البايو كومباتيبلتي والديجريديشن بايو ديجريدابل. هذه الخاصية لما يكون تكون المادة بايو كومباتيبل وبايو ديجريدابل هذه تكون عندها ميزة تعطينا ميزة وأدفانتج بالميديكال أند فود إندستريز. فالبايو كومباتيبل نانو بارتيكل هذا راح يسوي راح يكون قليلة أو الخطأ ما بها سايد إفكت، لذلك يعني يكون استخدامها محبب هذا المجال. لكن هي مشابهة طبعاً للميتر يعني نانو بارتيكلز. إذا قدرنا أنه نركب عليها مثلاً فلورسنت أو راديو ليبل كومباوند ممكن نستخدمها في مجال الإيميجينج، وأيضاً ممكن نستخدمها في مجالات أخرى يعني الأنتي يمر إفكت إنها أو أنت مايكروبيوم إفكت. النانو بارتيكلز اللي تستخدم اللي نصنعها من ناتشرال كومباوند هي المواد اللي موجودة بالطبيعة واللي عادة ما يكون فيها تداخلات قليلة يعني ولمتد مانبيوليشن، مثل البوليمر الطبيعي مثل الكيتوزان أو مثل البروتين اللي ها راح يصير فيها شيء يصير تغيير بسيط في الستركشر مالته اثناء تحضير النانو بارتيكلز. طبعا من مواصفاته انه بايو كومباتبل يعني تكون متوافق مع يعني اكسجين الجسم، والبايو ديستربيوشن مالته جدا عالي، تكون
وهي يعني تعتبر انجن موجوده بالكارديولوجي سيستم والبايو ديجريدر. هذه المواصفات تأهلها انها تدخل بكثير من العلاج وتشخيص كثير من الحالات الطبيه. النانو ستراكشر ماتيريال اللي هي تصنع منين؟ من نانو بارتيكلز اللي جايه من مصادر مختلفه، ممكن تكون ناتشرال كومباوند، ممكن تكون سنتيك مثل الليبيد او البروتين بيز نانو بارتيكل. هذا يعني ملخص عن التصانيف المواد النانوية. من بين المواد النانوية المفضلة في الغالب هي ناقلات النانو الدهنية والقابل للتحلل الحيوي البايوديجرادبل أو ليبيد بيز نانو كاريرز. يتم اختيار الحجم المناسب للجزيئات النانوية وفقا للعديد من العوامل في ذلك الغرض من التطوير. طبيعة القناة الوسيعة يعني الأيمز أو أبليكيشنز التارجت سيل نوع أو مقدار العوامل البايولوجيك ايجنت والإفينيتي للنسيج الهارت لايف اللي يبقى بالبلد سيركوليشن والرابيد اكسكريشن. هذه وأيضا البايو ديستريبيوشن، هاي من العوامل اللي يتم على أساسها اختيار الجسيمات المانوية. أيضا بالإضافة إلى ذلك درجة تحديد الجناح أيضا جدا مهمة في اختيار الجسيمات المانوية. أهمية علم النانو، عادة ما تكون الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمواد لمقياسها النانو تختلف عن تلك الموجودة في نظريتها ذات حجوم كبيرة، حيث تتميز الأحجام النانوية أولاً بمساحة سطحية كبيرة نسبياً. كيميائياً يعد المركب النانوي أكثر تفاعلياً، وفيزيائياً يمتلك خواص ضوئية وكهربائية ومغناطيسية، وبيولوجياً فإنه بسبب صغر الحجم تصبح الجزيئات أكثر تفاعلية نشطة بيولوجياً بايو أكتف وقابلة للذوبان بشكل أفضل، حيث تكون مستقرة أكثر وأقل تأثيراً بالتفريق التأكسدي مع زيادة عالية في كفاءتها. دكتور صوتي واضح؟ حضراً؟ ألو؟ دكتور صوتك واضح، صوتك واضح بس بيه صدى. دكتور ما أعرف يعني ما أعرف شلون نحل هاي المشكلة. أجيال تقنية النانو Generation of Nanotechnology. إن انطلاقة الجيل الأول من علم النانو يمكن أن يؤرخ لها ابتداء من عام 2000 والتي تمثلت بالجيل الأول الهياكل النانوية السلبية Third Generation Basic Nanostructure اللي تمثلت بالدايسبيرز أو كونتاكت نانوستركشر مثال عليها الإيروسول والكولون. هاي أول شكل من أشكال الهياكل النانوية. علم البرودكشن اوف انكوربوريشن نانو ستراكشر مثل الكوتينج والنانو بارتكلز رينفورست كومبوزايت والنانو ستراكشر ميتالز والبوليمر والسيراميك. هذا مثل الجيل الاول ايضا النوع الثاني من الجيل الاول. الجيل الثاني اللي هي الباسيف او العفو الاكتف نانو ستراكشر اللي انطلق عام 2005 اللي هي البايو اكتف والهيلث افكتف اللي مثل عندنا التارجت دراج والبايو دايفرز والبايو ديفايسز. عندنا الفيزيكو كيميكال اكتف 3D ترانزستور امبليفاير. الجيل الثالث ثيرد جنريشن سيستم اوف نانو بارتيكلز اللي هو يطلق عليه سيستم اوف نانو سيستمز مثال عليه الجايدد اسمبلي 3D نتوركينج وروبوتكس. الجيل الرابع عندنا هو الجنريشن فورث جنريشن اللي هو المولكيولار نانو سيستم اللي مثل هو عندنا المولكيولار ديفايس والاتوف ديزاين والامرجنت فانكشنز. الجسيمات النانوية المطورة حديثا قدمت الجسيمات النانوية المطورة حديثا مزايا ثورية مقارنة بالعوامل التشخيصية والعلاجية الكلاسيكية. وهنالك تصنيفات عديدة للجسيمات النانوية حسب أصلها وشكلها وهيكلها وهدف إدارتها. صنفت النانو بارتيكلز according to their structure طبقا لهيكلها الى عده تصنيفات منها البوليمر نانو بارتيكلز الليبوسومز الفلورنز والباكتيوبز المايكرو بايوفرز والرسبيروسات والنانو شيلز الكوانتم دوت سولت ليبيد نانو بارتيكلز ماجنتيك ايرون اوكسيد نانو بارتيكلز
من برامر والنانو ايموشن نانو بابلز والبوليميريك ماسلز بوليميريك كوتد نانو كريستالز والبوليميريك نانو سفيرز والميتاليك نانو بارتيكلز. هذه يعني طبقا الى الهيكل التركيبي للجسيمات النانويه. هذه الصوره عندنا تمثل الاشكال المختلفه الهياكل المختلفه للجسيمات النانو بارتيكلز. واذا صنفت طبقا للاوريجن تري اوريجن للمنشا وقسمت الى المركبات النانويه غير العضويه الى ان اورجانيك نانو ماتيريالز. وبشكل عام يمكن حفظ هذه المركبات بسهوله وعدد ما تكون متوافقه وقد سميت الخلايا. تمتلك خواص كهربائيه وبصريه جديده يمكن تعديلها اثناء الاسمبر اثناء التجميع. تشمل هذه المجموعه مواد غير عضويه مختلفه مثل الذهب والفضه واكسيد الحديد وفوسفات الكالسيوم. هو امثل اوضح المثال انه هو الانورجانيك ميتالز. وعندنا اثنين التصميم الثاني حسب الاوريجن هو المركبات النانويه العضويه الاورجانيك نانو ماتيريالز وتشمل البروتينات والجسيمات البيبتيد النانوية بروتينز اند بيبتيد نانو بارتيكلز. المركبات تابع عندنا المركبات النانوية الهجينة الهايبريد نانو بارتيكلز تكون من اكثر من قطاع واحد من الجسيمات النانوية على سبيل المثال خليط من الجسيمات النانوية البوليمرية من البوليمر نانو بارتيكلز او الجسيمات الشحمية اللايبوسومز اللي ينتج عنها نظام هجين بوليمري دهني. يتميز المركب المشكل بنوع من البوليمر قابل للتحلل الهيدروبايوديجرادبل والمضاد للماء المحلل والمضاد للماء المحمل بالادويه المحدد للماء الاطلاق المتزامن عن طريق الاطلاق المتزامن عن الادويه. تتحكم الطبقه الدهنيه في اختلاط الماء للجسيمات النانويه واطلاق الدواء منها. الجسيمات النانويه التصنيف الثالث هي طبقا للشكل according to their shape. يتم تصنيفها الى اما تكون سفيركل ريات فايبس انابيب او تيوبز او قطرات ساعده اعتمادا على الهدف من التطبيق. على سبيل المثال اذا كانت عندنا اهداف علاجيه او تشخيصيه او اعطال الحاق او التبريد يتم اختيار الشكل المناسب اعتمادا على التطبيق. ممكن نختار انه يكون شكلها كروي او ممكن نختار انه يكون شكلها شكل تيوبز او بابلز او غيرها. هذا تصانيف مختلفه عندنا مثل الانر انبوغريبس ادفيزيز اللي هي صراحة تنشيط المناعة يتم استخدامها بشكل رئيسي. الهدف من عندها هو اصطياد المستجدات الفيروسية عن طريق تركيب كارهة للماء مع بروتينات الفيروس وجسيمات شبيهة بالفيروس فيروس لايك بارتيكلز. ويشير هذا المصطلح فيروس لايك بارتيكلز الى اغلب البروتين الغير معدية. هي عباره عن بروتين فيرال بروتين كوت الغير معدي نشكل من عده بروتينات هيكليه مشتقه من الفيروس ويتم تعديلها باستخدام تقنيه النانو. يكون عاده حجم هذه الفيروس لايك بارتيكلز يتراوح ما بين 20 نانومتر الى 80 نانومتر. وعندنا بروتينات التجمع الذاتي سيل كفرنج فريم ورك بروتين وتستخدم عاده في الفاكسينيشن او الانيميزيشن حاله المتبعين بالانسان او الحيوان. طرق تشخيص او توصيف طرق مختلفه لتوصيف الجسيمات النانويه بالاعتماد على المولكيولر سايز اوف نانو بارتيكلز. عندنا عده طرق منها الاسئله اللي هو سكاننج الكترون ميكروسكوب او زيتا بوتنشيال سيرفس هايدروبوبسيتي الاتر فورس مايكروسكوبي والدراج ريليز. هذه كلها طرق ممكن نشخص بها الحجم المحدد للنانو بارتيكلز. تطبيقات علم النانو عندنا عده انديكيشنز لتطبيقات علم النانو يا اما تكون ثيرابيوتيك انديكيشنز يا اما بريفنتيف انديكيشنز يا اما دايجنوستيك انديكيشنز. والنانو بارتيكلز ممكن يكون عملها ك عدة طرق ممكن تكون فانكشنال يونت هي تشتغل كفانكشنال يونت كاملة وحدها. ممكن تكون كدليفري فيكلز اللي نستخدمها بالدراج دليفري سيستم وممكن تكون بشكل سيرفس كونجيجيتد سيرفس او بشكل انكابسوليتد وذن.
تطبيقات النانو في الطب البيطري، تقنية النانو تأثير كبير على الوصفات البيطرية في العديد من المجالات التي تشمل العلاجات والتشخيص وبناء الأنسجة وتوليد اللقاحات والمطهرات. وقد استخدمت تطبيقات النانو أخيرا حتى في تسهيل تربية ورعاية الحيوانات الأليفة. من هذه التطبيقات أول مرة المستحضرات الصيدلانية النانوية ونظام توصيل الأدوية النانو فارماسيوتيكال أدراج دليفري سيستم، حيث تعتبر الجسيمات النانوية في مجال الصيدلة نظاما مثاليا لإيصال الدواء لا يحمي الحيوانات من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية بحسب بل يعزز أيضا التئام الجروح ويمكن أن يقلل الألم. يعني ممكن نستخدمها أيضا بالتيشو إنجينيرينج، حيث يمكن توصيل هذه المركبات الدوائية الجديدة للأنسجة والأعضاء المستخدمة بلقطة عالية، ويمكن أن يكون لهذه الأطر تأثير على الهضم والأيض وإخراج الأدوية أو المواد المختلفة في الجسم والسماح ومراقبة ديناميات الدواء والحصول على تأثير علاجي وضمان التوافر البيولوجي. يعني لازم يكون عندنا ممكن بايو كومباتبل وتكون الجزيئات ستيبل بحيث ممكن انه نتحكم بكمية الجرعة المطلقة اثناء توصيل العلاج. يتم تطوير انظمة توصيل العلاج الذكية السمارت بلد دليفري سيستم باستخدام المقياس النانو ثم تطبيقها على المستوى الجزئي. على سبيل المثال انظمة توصيل الادوية الذكية في الحيوانات نرجح ان تحتوي على قسم يعني باكج كونتين سمول سيل باكج اوف ذا دراج تو بي ديليفري. هذا من الباكج لم يتم اطلاقها او فتحها حتى تصل الى المكان المحدد، على سبيل المثال مكان او موقع الاصابة في الجزء او في العضو المصاب. هذا عندنا مثال على طريقة الان تارجتد مثل دراج ديليفري. لما يكون عندنا دراج ان تارجتد راح يكون طريقة الديستريبيوشن دوت ديستريبيوشن مالتير واستهداف التارجت غير ملائمة، ممكن يتوزع على أكثر مكان وممكن ما يوصل إلى التارجت بشكل ملائم. أما لما يكون عندنا الدرايك يكون تارجت باستخدام مثلا النانوتيو راح أشوف إنه الكمية المطلوبة من العلاج والمحدد راح توصل للتارجت سير وراح تعطينا التأثير الملائم. تصنيف أنظمة توصيل الجسيمات النانوية من منظور الدليفري سيستم، يمكن تجميع الجسيمات النانوية في أنظمة توصيل قائمة أما على البوليمر أو قائمة على الدهون أو المعادن. عندنا الدراج دليفري سيستم يعتمد على البوليمر بيس مثل الدندرامرز، النانوسفيرز، النانوسومز، البوليمر كريستلز. ممكن أيضا أن نصنفها طبقا لطبيعة البوليمر إذا كان ناتشرال بوليمر أو سنتيتيك بوليمر. الناتشرال بوليمر عندنا مثل كيتوزان ممكن نستخدمه، والكولاجين والجيلاتين، والإنجنيرد بوليمر مثل عندنا يعني الصناعية مثل البولي جلايكوليك أسيد بوليمر. نظام توصيل القواعد الدهنية اللي هو الليفل بيز دليفري سيستم، عندنا مثلا النانو نانوسوم والصور ليفل نانو بارتكلز، وايضا عندنا النبت بطرز، وعندنا النظام الدليفري سيستم المعتمد على استخدام الميتال بيز دليفري سيستم مثل استخدام الميتال كولويد، جولد نانو بارتيكلز، سيلفر نانو بارتيكلز، ايرون نانو بارتيكلز، بايوكسيد نانو بارتيكلز وغيرها. مزايا النظام التوصيل الادفانتج اوف بيز دليفري سيستم، عندنا ممكن انه يتحكم لنا بالوقت تايم كنترول والاستهداف المكان الدقيق والتنظيم الذاتي. ممكن نتحكم بعملية إطلاق الدواء بحيث يخلصنا من عملية الفريكونسي بأخذ الدواء تكرار عدد المرات، وممكن إنه نتحكم به عن بعد ريجوليتد وبري بروجرام. من الاستخدامات بالإضافة للدراج دريفن سيستم ممكن نستخدم تقنية النانو في الإنتاج الحيواني. هناك نوعا من الاستخدامات المحتملة لتقنية النانو في الإنتاج الحيواني تتضمن إدارة العقاقير والفيتامينات والبروبايوتيك والمكملات الغذائيه، وكذلك ممكن استخدام الجسيمات النانوية للكشف عن اسباب العدوى وازالتها بدون جراحه. ومع ذلك فان الاستخدام العادي للمضادات الحيويه في الانتاج الحيواني ممكن ان يترك بقايا تؤثر على المستهلك النهائي. هاي احد المشاكل اللي عندنا انه بعد استخدام الانتبايوتيك او العلاجات المحدده مثلا
هذا انه تبقى موجوده في اللحوم او المنتجات الحيوانيه، فهذا يسبب لنا مشكله بصحه الانسان وايضا قله في الاستهلاك ممكن. فممكن الاعتماد على تقنيه النانو لاطلاق عدد من المضادات الحيويه بحجوم نانويه حتى نتخلص من هذه التاثيرات الجانبيه. وهذا ما تم تأكيده من قبل عدد من الباحثين الذين درسوا تأثير الامبسيلين محمد الجسيمات النانوية على الفئران المصاب بالسالون الكالبينوري، وأكدت النتيجة أن الفئران المعالجة بالامبسيلين المحمل على الجسيمات النانوية أكدت ارتفاع في نسبة البقاء سيرفايفل ريت مقارنة بالفئران السيطرة. كذلك تمت دراسة الاستفادة من استخدام الأزمدة النانوية التي توصل الفيتامينات إلى أماكن الاستفادة منها داخل الجسم بالكميات المطلوبه. هذا البحث احنا قمنا بنشره بالاشتراك مع الدكتور سامي البقاتي وعن الباحثين الاخرين على استخدام الزنك اوكسيد نانو بارتيكلز كاكتف ايجنت اجانس بكتيريا الازرق. استخدمناها عوض بكتيريا الستاف وبكتيريا الايكولاد وصراحه اعطانا نتيجه جدا رائعه. يعني استخدمناها كبايوسايد يعني استخدمت مباشره بدون المقارنه ب انتباهي. فطلعت عندنا الانهبيشن زون جدا عالي وتأثير جدا رائع مثل المستعمرات. تأثير تقنية النانو على صحة الحيوان والتغذية. المعادن النانوية من النانو بارتيكلز تكون غير ريبليتر وتستخدم بكميات قليلة، ويمكن استخدامها كعوامل لتعزيز النمو وكأنهم موديليتر، لذلك تنتج العديد من الفوائد لإنتاج الآلاف الحيوانية. ومثل يمكن ايضا المساعده لمعالجه مسببات الامراض العنفيه وتحسين عمليه التخمر بالكرش. يعني واحده من المشاريع الواعده اللي يمكن نستخدمها ممكن ان نصمم اعلاف نانويه بحيث تقللنا من مشاكل الحموضه والمشاكل الميتابوليك في صدر الرسيم الحيوانات. يعتبر الزنك اوكسيد الزنك زنك اوكسيد نانو بارتيكلز احد المعادن النانويه الواعده التي تستخدم لتحسين معدل النمو والاستجابه المناعيه وايضا تقليل الاضطرابات التي تؤثر على تكافؤ الماشيه. ويمكن تقليل الاسهال في الحيوانات الصغيره بواسطه النانو زنك، وكذلك يقلل الزنك النانوي من عدد الخلايا الجسميه السوماتيك سيل الموجوده في ابقار الالبان لتعامل التهاب الضرائب تحت الكنس. وتم اجراء عمليه الانكابسوليشن لمكونات العلف من اجل حمايتها. ممكن استفاده من عدها لنقلل عمليه الاكسده والتحلل اللي يتعرض للاعلاف، كما انها تبقيها بعيده عن التحلل بواسطه انزيمات جهازها مثل البروتيز، كما تعزز الاستقرار عند قيم مختلفه من نسل الهيدروجين، يعني ممكن تحافظ عليها من الضوء ومن انزيمات التحلل وكذلك من البي اتش القيم المختلفه من البي اتش. واحد المشاكل الكبيره التي تؤثر على الحيوانات والبشر هي المايكرو توكسيكيشن تسمى بالفطر الموجود يعني ومنتشر كثيرا في الارضيه. يمكن باستخدام تقنيه النانو اكتشاف حوالي 25% لاعلاف المصادر. ويعتبر النانو سيليكا واوكسيد المغنيسيوم النانو من مضادات الفطريات النانويه القويه التي ترتبط بنجاح بالافلوتوكسينات وتعطلها. ممكن استخدام تقنيه النانو في التربيه والتكاثر، حيث يتم تشخيص وعلاج مشاكل الانجاب وكشف الشرق وتجميد الحيوانات النانويه والتدخل المباشر بالولاده من خلال عديد من تطبيقات تكنولوجيا النانو. علاوه على ذلك يمكن معالجه العديد من مشاكل الانجاب مثل النشومه المحتبسه تقنية النانو، بالإضافة إلى ذلك الجسيمات النانوية تأثير كبير على الحماية والحفاظ على أفراز هرمونات التكاثر من هرمونات السترويد أو هرمونات الغدد التناسلية. وممكن استخدام البانانا سنسر وهي المستشعرات النانوية في تشخيص الأمراض المعدية في الجهاز التناسلي والقضايا الأيضية والهرمونية، وقد تستخدم في الكشف عن الشرق. بالنسبة للحيوانات يمكن استخدام الجسيمات النانوية التعقيمية كونتراسبتيف كوانع للحمل ايضا، وتزيد فعاليه في بعض المجال اعتمادا على سميه بعض الجسيمات النانويه تشمل هذه النوع بينما تعطى بجرعات منخفضه. يعني ممكن انه نستخدمها كونتراسبتيف لكن لازم ندرس سميتها من البدايه ونتاكد من سميه المواد قبل الاستخدام. ممكن ان تستخدم في الوقت الحاضر من المفترض تلعب تقنيه النانو دورا واعدا في العلاجات البيطريه، واحد الامثله على هذا هو العلاج المخلوط بواسطه الناقل النانوي.
بحيث اثبت فعاليه في علاج الامراض اللي تصيب الحيوانات اللي تنتج غذاء لاستهلاك البشر. ومن هاي العلاجات اللي استخدموها في علاج التريبانوسوم. حيث اظهرت الكاتيون ثمان بارتكلز قدره فائقه على توصيل علاج ديمينازين الى موقع العمل التابلت سايت اوف اكشن. وكذلك نتائج استخدام الجسيمات النانويه في مجال اللقاحات والنانو ادجوفنت التي تستخدم في انتاج اللقاحات البشريه والبيطريه نظرا لقدرتها على تحسين الاستجابه المناعيه. بالاضافه الى ذلك فهي قادره على العمل كمساعد من اجل جعل المستجدات تطلق ببطء، وهذا سيزيد من اداء اللقاح. ممكن ان نتحكم بقدره اطلاق اللقاحات اثناء الاعطاء، ويعد استخدام الجسيمات النانويه لتحميل المستجدات الى استهداف الغدد المنفاوية، مما يؤدي الى تحسين اداء اللقاح وجلب استجابه مناعيه جيده. على اللقاحات النانويه اللي استخدمت في المجال البيطري هو اللقاح المستخدم على رجل الانتريسز ريكومبالنت باسلس انتريسز سبور بينز فاكسين. هذا بعد ان حملوه على البولي لاكتيك كوغلاكونيك اسيد بوليمر عن طريق الفهم فانها انتجت الجلوبينات المناعيه من جلوبين نوع جي والجلوبين نوع اي تحميل جيد وانقت معيار انتيبوديكايتس عالي جدا. وايضا من امثله هذه اللقاحات هي لقاحات ضد الهيلكوبكتر بايلوري والتيتانوس كروكسون ولقاح ضد البورسيليا وايضا لقاح ضد البوفاين بارورا فيروس الهيلوزا تايب 3. ايضا ريكومنت ليشمانيوم فاكسين هو احد الامثله على اللقاحات اللي تم تصنيعها باستخدام تقنية النانو وبالاعتماد على الكيتوزان تم اعطاها عن طريق الحقن تحت الجلد بالاضافه الى لقاح السل المحمل على الكيتوزان من خلال الجهاز التنفسي. كما يتم تحميل لقاح ضد المكورات الرئويه ولقاح العقيدات الفطريه على الكيتوزان وتعطى بشكل اوزر عن طريق الانف. تم اعطاء لقاح محضر مجزئات الذهب وهو نانوبارتيكلز في مواجهه بعض الحمى الخلاعية وأدت فعالية كبيرة في هذا المجال. وكذلك لقاح ضد الأفريكان هورس سيكلز. أيضا استخدمت تقنية النانو في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية. حيث يمكن لعلم النانو انتشار الخلايا السرطانية المنتشرة والتي تظهر غالبا بنسبة 1 إلى 2 خلية لكل مليلتر من الدم. من استخدام التآزر للجسيمات النانوية المغناطيسية. والكوانتم دوت أشباع الموصلة زيادة القدرة على التقاط وتقييم هذه الخلايا السرطانية المنتشرة النادرة. هل تملك خاصية الأجهزة مثل البايو نانو باركود والنانو كانتليفر والنانو وايرز لها دور كبير في هذا المجال. هنا مثال على استخدام تقنية النانو في تشخيص الأورام السرطانية، حيث أن زيادة الفيربابولتي في مكان الإصابة يسهل عملية دخول نانوبارتكلز إلى المكان المصاب، بينما المكانات الأنسجة الطبيعية الغير معرضة للإصابة ما راح ينفذ فيها، تكون عملية إيصال العلاج الأنتي تيومر دراجز إلى المكان المحمل على النانوبارتكلز تكون كفؤة جدا في التشخيص وكذلك علاج الأورام السرطانية. ويمكن ايضا تطوير تقنية النانو في رعاية الحيوانات الأليفة من خلال تصنيع او زيادة جودة المنظمات والمطهرات وزيادة كفاءتها واستخدام جسيمات الفضة سيلفر نانو بارتكلز ومدمجة في الشامبو لاستخدام الموضة. وشكرا لحسن الاستماع. نشكر دكتور حسن طبعا على المحاضرة. اي طبعا المحاضرة كانت قيمة جدا والمعلومات كلش حلوة، خصوصا فيما يخص التطبيقات على المجال الحيواني اللقاحات والأدوية، لكن من المؤسف هذا الصدع بالصوت شوية أثر يعني الاستفادة ان شاء الله.
سعيد دكتور، أنا دزيت لك مسج قلت لك اعرض بالشاشة واحكي من الموبايل، بس يمكن ما قرأت الرسالة. شكرا جزيلا دكتور على وقتك، وشكرا على هذه المعلومات، ونفتح باب المناقشة من نعمل رخصة دكتور جبار، أي شخص يحب يسأل ممكن يعني يرفع إيده، ودكتور حسن راح يجاوب إن شاء الله. تفضل دكتور سلمان، تفضل. تفضل دكتور سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. العفو دكتور، تسمعني مو؟ نعم. السلام عليكم، والسلام عليكم دكتور جبار، السلام عليكم دكتور حسن، والسلام عليكم للجميع. العفو دكتور، أكيد أنت عندك معلومات أكثر من هذا الشيء، بس يعني كلها خطوط عريضة هسه. أنت المفروض يعني وجهة نظر يعني أنه الأنواع مثلا مال النانو كل نوع يراد له محاضرة بوحده، وهذا يعني يفيد الفيزيائيين ما يفيدكم أكثر حقيقة. بس التطبيقات رؤوس أقلام هاي، أنا أعتقد أنه كل تطبيق يراد لمحاضرة بوحدة، وأنا متأكد عندك المعلومات لكل تطبيق. نعم دكتور، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا أنا اشتغلت على عدة تطبيقات، منها مثلا كأنتيمايكروبيال نانو بارتيكل، استخدمت سينتوكسان نانو بارتيكل وفعلا شفت نتيجتها يعني تطبيقيا. أيضا استخدمت دكتور مسفايرو الصغرى بارا مدد نانا أكسايد، محمل معاه يعني كوربول تشير باستخدام الكيتوزان والفوليت وكي انتو تيومر كفتك يعني، أو أيضا استخدمناها بالإنتيبو بالتيشو كالتشر السير لاين على بريس سير لاين، وجارت عندنا نتاج مذهلة والحمد لله حضرت هاي الوقت يعني هذا البيبر بمجلة نيوان فقط بعد نصدر يعني ينزل البيبر، وإن شاء الله بنستخدمها إنتيبو أيضا. هذا التطبيقات انا دكتور لمسته شخصيا يعني استخدمته لمسته شخصيا، بس من ما دكتور هو الموضوع متشعب وطويل، وكل فقره من هذه الفقرات ممكن انه يعني تفرق لنا محاضره واستخدامها فيه. اهلا دكتور. واذا كان اقترح نعم نعم دكتور، لذلك انه موضوع متشعب انا حبيت اعطي يعني خطوط يعني عريضه للموضوع انه نفتح اعضاء للعمل. دكتور دكتور تعرف انه انت هذا الاسئل الاتجاه كله على النانو تكنولوجي تقريبا، الاتجاه كله وهو علم حديث بالنسبه للعراق زين، وانت فعلا مشتغل يعني، فاقول اللي تامل الفائده يعني انه كل تطبيق طبقته يا ريت يعني حتى الناس تستفاد، وانت عندك علم انا متاكد زين، حتى الناس تستفاد منه وتستفيد منه. العفو المفروض كل تطبيق يصير له محاضره كامله ان شاء الله. اذا يعني إذا تسمحي لي دكتورة إسراء عندي تعقيب. تفضل دكتور جبار، أنا خلصت ما عندي شيء. أي لا هو أنا تعقيب عندي حقيقة، هو صحيح حكيك أنه المحاضرة تناولت يعني أوتلاينز واسعة يعني عن موضوع تطبيقاتنا إحنا. الحقيقة هو كانت هي هاي الفكرة، كانت هي الفكرة أنه نسوي عملية مسح أو سيرفلنس نسميه، نسوي عملية مسح عن الجوانب اللي ممكن أن تطبق بها تقنة النانو تكنولوجي. حلو. وهذا المسح ذيك الساعة راح كل باختصاصه ممكن أن يستثمر هذا التطبيق. حلو. ويدخل بالجانب اللي يريده، يعني مثلا أنا فيزيولوجي ممكن أنا أدخل بجوانب مثلا التكاثر أو زيادة التكاثر، جوانب مثلا التغذية ممكن أن شلون يستغل النانو تكنولوجي زيادة البرودكشن، مثلا ابو البكتيريولوجي شلون يستخدم النانو تكنولوجي مثلا من زياده الـ يعني الـ القدره القاتله لدواء معين او لانتاج لقاح معين وهكذا. بمعنى انه احنا نستثمر ذوي الاختصاص اللي كانوا فيزيائيين او مهندسين او هذا،
نستثمرهم ان ننطيهم يعني احنا ننطيهم الفرشه ونقولهم سوون غطونا هذا بفلان بارتيكل حتى احنا نقدر نستثمره في جانب تطبيقي انتاجي او علاجي. فكانت الفكره انه احنا نسوي مسح عام عن كل تطبيقاته في مجال الطب البيطري حتى كل اللي حاضرين اللي تعرف اللي حاضرين مختلف الاختصاصات يعني بيهم ابو الفيزيولوجي وابو البايوكيمستري وابو البكتيريولوجي واكو بالانيمال مانجمنت والى اخره. فكلهم كل واحد راح يتناول الموضوع من جانب اختصاصه ممكن انه يستفيد من عنده. وتبقون انتم اهل النانو تكنولوجي راح تكون انه شو نقول عليه شلون فريق داعم لكل من يحتاجكم. هذا كانت الفكره الاساسيه. حلو، بس اللي ارجوه دكتور انه ما يتوقف هذا الشيء، يعني استمراريه تصير، يعني مو انه بعد سنه يلا اسوي لك محاضره يعني. لا هسه احنا سوينا ثلاثه خلال اربع ايام وان شاء الله. لا بالعكس، ايضا انت ايضا بصفتك انت مختص. لا اختصاصي بلازما فيزيكس دكتور، ايضا بصفتك مختص بهذا الموضوع. لا والله، لا بالعكس، انا بلازما فيزيكس اختصاصي كلش بعيدي والله دكتور، بس انا يعني احنا ما ادري، بس لا تحسبون اني اتطفل عليكم يعني. لا بالعكس، لا احنا نستفيد من عندكم انتم دائما يعني نقول فانت حكيت قصدي هذا الشيء دكتور. انا هذا قصدي اللي اريد اقوله، يعني انت اللي حكيته فصلته. اي ممنون منكم وشكرا جزيلا. وانا عندي ملاحظات يعني مو بس للدكتور حسن، الحقيقه اللي حتى لبقيه الاخوان. الملاحظه الاولى يعني اكو نقطه اشار لها دكتور حسن اعتقد بالسلايد الاول، انه استخدامات النانو بارتيكلز في تحديد الجنس. هذا يا ريت احد الاخوان يعني ممكن انه يتناول لنا محاضره عن هذا الموضوع. هسه انا ما اريد اجابه، بس يعني بس اريد اخليها للمختص اللي ممكن ان يفيدنا، ممكن ان يسوي لنا محاضره عن النانو بارتيكلز وشلون نحدد الجنس باستخدامها. وايضا اكو ملاحظه اشيرت الى دور النانو بارتيكلز في زياده معدل التحويل الغذائي وبالتالي زياده البرودكشن. وتعرفون احنا بالنسبه لجماعه التغذيه هو هدفهم البرودكشن، الانتاج، ان كان انتاج الصوف او اللحم او الحليب او غيرها. فايضا يا ريت احد الاخوان المختصين ان يتناول لنا هذا الموضوع. وايضا بالنسبه لجماعه الفارماكولوجي ايضا اثيرت نقطه انه علاقه النانو بارتيكلز وزياده عمر الدواء، يعني شلون نسوي لونج اكتنج دراجز، ايضا هذه اثيرت، يعني يا ريت ايضا يتناولوها في محاضره. وايضا اكو نقطه جدا مهمه اشار لها دكتور حسن، وهي انه احنا باستخدام النانو بارتيكلز ممكن انه الدراج يكون ان اكتيف او ان اكتيفيتد، بحيث ما يصير اكتيف الا يوصل للتارجت اورجان، يعني متى ما يصير الانتراكشن مع الريسبتر يلا ذيك الساعه يتحول الى اكتيف. لذلك انه ممكن انه يختار الخليه المصابه دون ان يختار الخليه السليمه. هذا موضوع جدا مهم، يا ريت اهل الفارماكولوجي ايضا يسلطون الضوء عليه. وايضا هسه عندي سؤال الدكتور حسن اذا تسمحوا لي، انا شويه طولت. يعني سؤالي هو من خلال قراءتكم، من خلال اطلاعكم او اثناء تحضير هذا السيرفلنس، هل من الممكن استخدام النانو بارتيكلز مع دواء او بروتين معين حتى نسوي فد سينرجيزم؟ وتعرف شو يعني سينرجيزم؟ يعني 1 بلس 1 يساوي 3. هي عارف يعني يعني من خلال اطلاعك مرت عليك هاي المعلومة؟ نعم دكتور موجودة. موجودة. الفرق فقط في استخدام مثلا الماء. يعني الماء اللي تستخدمها مثلا تختلف من يعني واحد إلى واحد آخر، لكن ممكن إنه نستخدم إحنا عدة مكونات مثلا ميتال نانو بارتيكلز مثلا زنك أو الجولد أو السيلفر مع الكيتوزات مع مثلا مستخلص نباتي. هذه انا الدكتور اللي اشتغلت عليها مثلا استخدمت البروبوليس مع الكيتوزان مع احد البوليمرات وانطتني نتائج مذهله يعني. ها يعني يعني اكو سينرجيزم. عندي دكتور اكو سينرجيزم. اي انا صارت عندي فكره، يعني احنا تعرف احنا مستخدم مع
تستغل المواصفات العلاجية والدوائية الموجودة في التخلص النباتي والمواصفات الزاوية يعني قوة يعني كثرة البروبرتيز الموجودة بال البوليمر أو الميثم نانو بارتكل وتشكلها سوريا وتنفيذ كنت يعني تأثيرها مباعد وتأذن. أنا عندي بس آخر ملاحظة إذا تسمح لي دكتورة عشتائر دكتورة إسراء بالنسبة للزنك أوكسايد الزنك أوكسايد تعرفون أنه الزنك هو يعني فد عامل معزز للمناعة والآن أكو فد حملة قوية لاستخدام الزنك لزيادة المناعة لغرض مجابهة فيروس كورونا الله يحميكم من عنده فيما لو اتعرض للشخص فهذه وايضا انا يعني من بعدني في مقتبل عمري الوظيفي والعلمي كان عندي احد البحوث على استخدام الزنك في تعزيز المناعه اذا معناها تولدت هسه الان عندنا فكره انه ممكن انه نستخدم الزنك اوكسايد نانو بارتيكلز اذا كان اكو هيك سينرجيزم ممكن انه نستخدم الزنك اوكسايد نانو بارتيكلز كمعزز بعد اقوى مما لو استخدمنا الزنك لوحده للمناعه وممكن انه حتى نسوي تشالنج نسوي انفكشن ونسوي تشالنج ونستخدم الزنك كعلاج معزز المناعه طبعا من التعويض الجانب المناعي للموضوع اي نعم اي نعمات نوع انتيمايكروبيوم او انتي تيومر مثلا لكن اذا انت تقدر يعني على رد واحد لو ينحب فيها او يحاول يطبقها فشي رائع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا بالنسبه لي اكتفيت شكرا جزيلا اعتقد دكتوره عشتار رافع ايدها السلام عليكم شكرا جزيلا دكتور طبعا نشكرك يعني زميلنا وعلم من اعلام كليتنا اكيد وشكرا على المحاضره والمعلومات القيمه اللي فتحت لنا ابواب هوايه طبعا دكتور سؤالي هو انت حكيت عن تحديد الوقت باستخدام النانو يعني ممكن توضيح يعني شنو استخدام الوقت هل تقصد يعني اي طور او اي فيس من الديزيز مثلا يعني اكيوت كرونيك او من وضعات النانو بارتيكلز اللي نستخدمها قالب الباكسين او قالب التربيه والسيستم هو ان نتحكم بعمليه اطلاق العلاج يعني لانه هسه احنا واحده من الامور الموجوده واللي تسبب يعني خلل في يعني استخدام العلاج هي عدد مرات الاعطاء مثلا الفريكونسي مال اخذ العلاج وانه تعطي مثلا الانسان ما يلتزم واذا كان مثلا الفتي يطلع يعالج ما يلتزم عدد مرات اخذ العلاج فاستخدام تقنيه النانو شافوا انه ممكن يتحكمون بعمليه الاطباق اطباق الدوز يعني دكتور انا قصدي نعم العلاجيه هو هذا النوع اللي يعني المقصود في الموضوع تمام شكرا دكتور شكرا جزيلا بس دكتور بالمره الجايه اشتري لك لابتوب زين ويكون الصوت واضح حسيت دكتور ما اعرف انت بالله ما اعرف ترى الصوت جدا مو واضح بالمناسبه يعني انا يعني كثير من الاخوان شكوا اي والله فارجوك مره ثانيه شوف لك جهاز زين وهذا اي العفو دكتورة إسراء تفضلي شكرا دكتور حسن يعني أنا عندي عدة أسئلة الأمور اللي عندك معرفة يعني لحد معلوماتك يعني عادي جاوبني إذا أمور خارج حدود معلوماتك ماكو مشكلة دكتور اللي يهمنا بكل علاج أنت تعرف في النقطة الأولى يعني النقطة الثانية هي الكوست بالنسبة للتكلفة للعلاج بهذه الطريقة هل هو مكلف أم لا؟ فإذا كان العلاج بهذه الطريقة غير مكلف ليش ما نستعمل كطريقة أساسية؟ يعني هل هنالك توجهات لاستعمال تقنية النانو كطريقة أساسية للعلاج أو كطريقة أساسية للتشخيص؟ دكتور بس خلي أكملهم كلهم لك لأن يمكن متراقب جواب عليهم بجواب واحد مرة خصتك أو ممكن أن نستعمله كطريقة أساسية للعلاج بالاستيرويدات مثل ما تعرف الاستيرويدات هي من أكثر الأدوية اللي لها سايد إفكس واللي تستعمل على نطاق واسع يعني بالكانسر ديزيزز وبالألرجي لها استعمالات وهو هاي السايد إفكس هي تأثر عليها يعني
ولا بد منها، فممكن ان نستعملها كطريقه اساسيه للدليفري مالت هذه الادويه. او هذا النانو تكنولوجي تطبق، ممكن تطبق على كل الادويه كعلاج او كدليفري للعلاج او على بعض الادويه. النقطه المهمه اللي يعني اجت على بالي وانت تعرض بالنسبه للدراج ريزيدي، تعرف انت قلت يستعمل لتحسين البيرفورمانس مالت الانيمال، فهل قيست الدراج ريزيدي يعني بعد العلاج، وهل هذه سامه كبرودكت للمستهلك؟ يعني ان احنا كهيومن هل الريزيدي مالتها سامه او ام لا؟ النقطه الاخرى بالنسبه للدراج ريزيستنت، هل هذه التقنيه ساعدتنا بتجاوز الدراج ريزيستنس لبعض الادويه ام لا؟ هذا كل يعني ما عندي، وشكرا لك مقدما دكتور. هو هي لا، بعض الطرق مكلفه دكتور اكيد، يعني تكلفه تكون عاليه مثلا، مثلا بعض الميزات تكون عاليه، لكن انا شفت انه مثلا لا، ممكن مثلا نستخدم بودي مارس، ناتشرال بودي مارس او بودي مارس، احنا مثلا نسوي استراكشن مثلا من يعني نبات طبيعي او موجود، ممكن تقلل التكلفه. لكن لا، انا واحده من الاشكالات اللي شفتها هم يقولوا لا، يعني مثلا قلنا التطبيق على التقنيات، هي مساله الكوست اول شيء، ومساله التوكسيسيتي، يعني التوكسيسيتي، يعني هاي واحده من الاشكالات اللي تطرح على النانو. هسه معظم الشغل اللي موجود، يعني هم اثبتوا ان تقنيه النانو تقنيه فعاله ومؤثره كانت مايكروبيا او يعني انت تيومر ايجنت مثلا، او مثلا بتغليف العلاقه. لكن هسه التحدي الاكبر هو عمليه التوكسيسيتي، شلون يقللون التوكسيسيتي؟ لان احنا التوكسيسيتي قليله، بس هم يقابلون من الاثيوليك افكت، يعني التاثير التراكمي للماركه. انا بحدود اطلاع عندهم بعض يعني الطرق تحضير النانو، طرق غير مكلفه وبعض المواد غير مكلفه، لكن مو كلها يعني. هذه يعني ما يخص وما خص يعني انه مثلا من الامه مثلا يعني شلون انت رايك مرات يبقى بقايا ويكون مؤثر على صحه الانسان او على استهلاك المنتجات، يعني ما اعرف، ما اطلعت عليه شغل، يعني ما شفت انه مثلا سووا دراسه انه شاروا مثلا انه اكو بقايا تبقى من المواد النانويه او لا، صراحه ما طلعت عليه شيء. نعم دكتور. شكرا اخوان. اذا ماكو سؤال، اذا اكو سؤال رجع يعني يرفع ايده اللي عنده سؤال. اوكي. الحقيقه اخوان انا اشكركم جزيل الشكر والامتنان، واشكر الساده المحاضرين لهذه الندوه العلميه بمحاورها ثلاث، إن كانت دكتورة منى أو دكتور سالم أو دكتور حسن، فأشكركم جزيل الشكر وفتحتونا آفاق جديدة في البحث العلمي. ومثل ما تعرفون موضوع النانو تكنولوجيا موضوع حديث وخاصة بالعراق، وإن شاء الله انفتحت آفاق، ممكن أنه الكثير من عندكم أن يستثمر هذه الفرصة ويطبق أو يصمم بحوث في مجال اختصاصكم. وأنا شخصياً صارت عندي الكثير من الأفكار، وهذا هي سر نجاح الندوات، هو شلون نقدر نوصل إلى عقول العلماء وتفكيرهم، وشلون نقدر أنه نسوي عملية تراكم للمعلومات العلمية، وبالتالي تصير الفائدة عامة للجميع دون احتكارها عند شخص معين أو فئة معينة أو جهة معينة. العلم مفتوح والعلم للجميع، ما يحتاج أنه يحتكر. وبالتالي أتمنى أن نكون قد حققنا جزء من أهدافنا في هذه الندوة، وأشكر حضوركم، وكان حضوركم هو الـ يعني العطر لهذه المحاضرات، وأتمنى لكم التوفيق والصحة والسلامة، ومع ألف ألف سلامة.